دكتور هيثم، انا السؤال اللي الناس كتير بتساله، اشرحوا لنا يعني ايه تكميم معده. احنا عمالين نقول تكميم معده ومعتقدين دايما المشاهد فاهم ايه اللي بيحصل، لكن في ناس كتيره مش عارفين انا بخش بعمل ايه، بقص ايه في بعد العمليه دي، بيبقى في اجراءات. ناس كتيره بيقولوا ليه مثلا نقعد شهر او اسبوعين ما بنشربش غير ميه او سوائل. في ناس كتير عايزين يفهموا الموضوع قبل ما ياخدوا حتى القرار. ايه هي عمليه تكميم؟ عملية تكميم المعدة هي من اسمها، احنا بنحول شكل المعدة إلى كم أو حاجة رفيعة خالص. احنا بنحول المعدة من كونتينر بيشيل حجم كبير إلى كونتينر بيشيل حجم أقل. تمام. عن طريق إن احنا بنستأصل من المعدة دي أبطو أكتر من 80% من حجمها. الاستئصال ده بالليزر؟ بالدباسات، عن طريق الدباسات الجراحية. يعني المعدة هما بيشيلوا المعدة، يعني بنشيل جزء من المعدة. أيوه، بنستأصل جزء من المعدة. اختصارا وتسهيلا على الناس، احنا بنفصل، طبعا العمليه بتتم عن طريق منظار البطن. ايوه، اربع او خمس فتحات صغيره جدا قد عقله الصباع، وبنخش بكاميرا بهاي ديفينيشن، بنشوف المكان اللي جوه بتاع المعده، بنرفع الكبد، بنتم تحديد المكان عن طريق تحديد نقطتين مش موجودين حقيقه هم تخيلتين بس ده للجراح بالظبط. وهي دي يعني اللي تفرق ما بين عمليه تكميم معده كويسه وعمليه تكميم معده مش كويسه. اللي هي ايه بقى؟ ان احنا الجزء اللي بنستأصله من المعده بيمثل قد ايه من حجمها. طب يعني الصح المفروض إيه؟ ان احنا نسيب الجزء اللي متبقي هو من 15 ل 17% من حجم المعده الحقيقي. تمام. الباقي ده بيتم استئصاله. الحاجه الاهم ان مش مهم انك عملت سليف او يعني تكميم ضيق او تكميم واسع، المهم ان المنطقه اللي بالعربي نقدر نسميها اللي هي قبه المعده او اعلى منطقه في المعده يتم استئصالها بالكامل، لان دي المنطقه اللي فيها الخلايا اللي بتفرز هرمون الشبع والجوع. فكل ما شلنا المنطقه دي بروبرلي كل ما كان نتائج العمليه احسن بكتير. وده عشان كده بنقول لعيانين كتير بيجوا يشتكوا من السمنه المفرطه بس معاها ارتجاع في المريء، ان احنا ما ينفعش نعمل لك عمليه تكميم معده غير لما قبل ما نعملها نصلح ارتجاع المريء، لان ارتجاع المريء هو عباره عن ان قبه المعده دي يبقى جزء منها داخل تجويف الصدر. فبالتالي الجزء اللي قدامي اللي باين في المونيتور هو مش الجزء الحقيقي.